ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم دكتور إيناس، how are you عائشة؟ I will tell you the plan for this month إن شاء الله. now عائشة we will إن شاء الله take سورة الفاتحة وسورة الناس and we will start taking the Arabic alphabets. I will now start to read to you again سورة الفاتحة to try to memorize it until the next class إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, Aisha, I will read to you as the Arabic alphabets again. همزة ألف باء تاء ساء. إن شاء الله عائشة I will see you the next class إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله.